ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأوساط السعودية بغضب شديد، وذلك بعد تكدس عدد كبير من المسافرين في مطار الملك عبد العزيز بجدة ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع وليتصدر واسم مطار الملك عبد العزيز الترند في المملكة. وفي التفاصيل، أفادت وسائل أعلام محلية في السعودية بوضع نقاط أمنية في مداخل مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لمنع غير المسافرين من دخول المطار. وكان مطار الملك عبد العزيز في جدة قد شهد تكدساً لعدد كبير من الركاب في الصالة الشمالية، وذلك في ظل عدم وجود موظفين وفقاً لما ذكره عدد من المسافرين في المطار بحسب صحيفة صدى البلد، حيث تذمر الكثير من المسافرين حيال ما حدث، مؤكدين أن سوء الخدمة في هذا المطار لا تزال مشكلة قائمة على الرغم من بناء مطار جديد، مشيرين إلى أن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولا بد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل. وعلى أثر ذلك انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر السعوديون عن غضبهم مما حصل، ولعل من أبرز هذه التعليقات كان ذلك الذي قال: المسؤول في المطار يجب محاسبتها. ولتقول أخرى: رغم فخامة المطار إلا أنه لا يوجد خطة تنظيمية، وفوق هذا ندفع تذاكر محلية بقيمة تذاكر الخارج رغم سوء الخدمات، أتمنى النظر لقيمة التذكرة. وليقول آخر: ننتظر تقرير مكافحة الفساد التي لا تعرف أين هو الطريق إلى الغربية، وننتظر تدخل ولي العهد الشاب الطموح في وضع حد لما يحصل من إهمال في المنطقة الغربية. وبدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني إلى أن هناك ثلاث تحديات أساسية تمت مواجهتها بعد الكثير من شكاوى المسافرين بشأن إلغاء رحلاتهم بمطار الملك عبد العزيز. ولفت في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية إلى أن التحدي الأول تمثل في تأخر الأمتعة وعدم وصولها وتأخر الرحلات الجوية، موضحاً أن ذلك بسبب عودة الطيران عالمياً بشكل قوي وبوتيرة متسارعة مع دخول موسم العمرة. في ثلاث تحديات أساسية واجهناها، التحدي الأول كان مرتبط بتأخر الأمتعة أو حتى عدم وصول الأمتعة وتبع أنه تمت الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة تلك التحديات والاستخدام الأمثل لجميع الصالات الموجودة بالمطار وبكامل الكفاءات المتوفرة، مشيرا إلى صدور أمر سام بالاستعانة بخبرات عالمية لهذا الصرح الكبير، إضافة إلى توعية المسافرين بشأن الأمتعة الخاصة بهم والتنسيق بين الشركات الوطنية العاملة في المطار والعمل على رجوعها بالكفاءة التشغيلية الكاملة.